يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع اليوم غادي نحاولوا في كلامنا على موضوع التسميد بالازوت اي بالملح ديال زراعه الحبوب، واللي هو موضوع كلامنا هذه السيمانه في هذا النص الاول من ميتنا. غادي نحاولوا باش نشوفوا المسائل اللي تتدخل في التحديد ديال النوع وديال الكميه ديال الملحه اللي خاصنا نعطوها للزراعه ديالنا، والكيفيه باش خاصنا نعطوها لها. وهاد المسائل يمكننا نقسموها لثلاثه. اولا، المسائل اللي مرتبطه بالتربه، لان التربه مثلا يمكن لها تكون غليظه وسمينه وفيها الطين ولا مدهسه بزاف، وفي هذه الحاله الملحه ما تضيعش بسهوله فيها، ويمكن لها تحول بسهوله بواسطه الميكروبات النفعة اللي فيها، خاصة إذا كانت توصل لها شوية ديال الغبار مرة مرة. لكن من ناحية أخرى، إذا تعطى لها الأزوت ديال الأمونياك يمكن يضيع بالتبخر في الهواء إذا ما تدفنش في ساعة أو كانت الأرض ما مدياش. ثانيا، المسائل اللي مرتبطة بالزراعة نفسها، أش من حبوب عندنا، واش قمح ولا فارينة ولا شعير، كذلك وقتاش تزرعات، واش بكرية ولا متوسطة ولا مازوزية، شحال زرعنا في الكتر من الزريعة، قنطار ونص ولا جوج القناطر ولا أكثر ولا أقل، المرحلة فاش وصلت الزراعة ديالنا، وشحال من ورقة دايرة ولا شحال من خلف فرشات ولا شحال من الكبار كبات. لانه لا النوع ديال الملحه ولا شحال غادي نعطيو منها ولا وقتاش غادي نعطوها لها تيختلف حسب الكثره ديال العروق ديال الزرعه والحاجيات اللي طالباهم في هذاك الوقت. واخيرا، كاينين المسائل اللي مرتبطين بالطقس اللي عايشه فيه الزرعه ديالنا في الوقت اللي غادي نعطيوها فيه هذيك الملحه، لان الحراره تتلعب دور كبير في التحول ديال الازوت في التربه، والشتاء تتلعب دور كبير في الهبوط ديالو في الارض. وكل هذه العوامل تيخص الفلاح والتقني يضرب لهم حسابهم باش تستغل الزراعة ديالهم أحسن هذيك الملحة اللي غادي يعطوها لها. ملاحظة اليوم: من المسائل اللي ذكرناهم اليوم وقلنا عليهم انهم تأثروا على الكميات ديال الازوت اي الملحه اللي خاصنا نعطيوها للزراعه ديال الحبوب ديالنا، وحتى على الوقت فاش يمكننا نعطوها لها، تكلمنا على النده والحراره في الارض، وهذه المساله عندها اهميه كبيره عندنا، لان الاراضي ديالنا مع الاسف ما فيهاش بزاف ديال الغبار، بالخصوص الاراضي فاش تنزرعوا الحبوب. وباش نبينوا هذا الشيء، تداروا عده دراسات في ناحيه الشاويه من طرف البحث الزراعي ديال سطات، لقاو فيها بان الكميه ديال الازوت اللي تستهلكها الزراعه اي على شكل نترات اللي فاتنا دوينا عليه من قبل، يمكن لها تزاد فيها بالنص ولا اكثر، غير بمجرد ما تطلع الحراره في التربه من 5 درجات ل 15 درجه ديال الحراره، وهذا الشيء بلا ما تبدل الرطوبه والنده والضوء اللي في الارض. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.